مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. كما عودناكم دائما بأن نستضيف رجلا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا رحبوا معي بمستر فهد، مؤسس نيو دي بزنس مان سيرفيسز. بداية أسعد الله أوقاتك. يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. الله يعطيك العافية. سفر في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ تمام. أنا فهد من سوريا، جيت بسنة 2011 على الإمارات. كان مجالي أكيد تمام بالبدايات كان مختلف تماما عن مجالي حاليا. أنا خريج صحافي وإعلام، اشتغلت بالإعلام بالميديا سيتي فترة من الزمن، وبعدين انتقلت لأكثر من عمل. بالنسبة لهذا المجال، هو كان بسوريا كنت زاول هذا النشاط عن طريق السفرات، يعني كان عندي كونتاكتس منيح، و يعني مساعدة الناس او مثل ادفايسز انه شو الشيء الامثل لهم انهم يقدموا على اي سفارة بدهم على اي دولة بهاي الطريقة يعني. وبلشت بمجالي هذا هون بدبي بسنة 2015. جميل جدا. استاذ فهد، حابين نعرف اكثر عن الخدمات اللي بتقدمها نيو دي بزنس مان سيرفيسز. نيو دي بزنس مان سيرفيسز هي شركه بتقدم خدمات السفر والسياحه لجميع دول العالم، طبعا الاتحاد الاوروبي، دول الشنغن، يو كي، امريكا، استراليا، كندا، تقريبا كل دول العالم. الخدمات اللي نحن بنقدمها كيف من ساعد العميل الابليكانت انه هو بده يقدم مثلا على سبيل المثال لاي سفاره على امريكا، مثلا شو الاوراق المطلوبه لازم يحضرها منشان تكون نسبه قبول عاليه اكثر من غيره، وشو نحن بنقدر نعطيه من اوراق انها تعزز الملف تبعه، تعزز موقفه اثناء التقديم بالسفاره. بالنسبه للطلاب مثلا، وهذا شيء بينطلب منا كثير، كيف يكفوا دراستهم بعد الدراسه الثانويه هون بالامارات، كيف يكفوا دراستهم سواء باوروبا او بريطانيا او امريكا. اكيد لازم يكون عنده قبول جامعي، لازم يكون هو محضر حاله ومراسل الجامعه، ماخذ قبول مبدئي منهم، لمنه نحن نشتغل له على الفايل. طبعا بنأمن له كل الاوراق المطلوبه اللي عن طريقها بيقدر ان شاء الله ياخذ الفيزا وتكون مضمون ان شاء الله. جميل جدا. استاذ فهد، حابين نعرف سر التميز والنجاح، وكيف قدرتوا تتميزوا وتكسبوا ثقه الناس. هلا اهم شيء باي مجال عمل سواء مجالي او اي مجال موجود بالدنيا، انك انت تكون مجتهد وتكون واثق من نفسك، هي اهم شيء. النجاح تحصيل حاصل مقابل اجتهاد، واكيد دبي هي بلد فرص وبلد تحقيق اهداف. فاي انسان بيجي على دبي، اي انسان بده يبلش هدف جديد بحياته، دبي بتساعده، الامارات ككل بتساعده، بس اهم شيء الاجتهاد. النجاح بيجي تحصيل حاصل بعد الاجتهاد اكيد. جميل جدا. كرجل اعمال ناجح، حابين نعرف النظره المستقبليه لك بعد 3 سنوات. يعني بعد 3 سنوات نظرة بدأت يعني كتير، ما عندي سقف للتارجت تبعي أو الهدف. هدفي عالي كتير، والحمد لله بلشت فيه عن طريق أنه عم بفتح أفرع بإمارة دبي، وفي فرع إن شاء الله قريبا بإمارة أبو ظبي. أي شركة بلشت صغيرة، لكن أهم شيء حبك للعمل. طالما أنا حابب هاي النشاط اللي عم قوم فيه، أكيد هذا الشيء رح يعطيني تشانس انه طور وكبر البزنس تبعي، ووصل قد ما وصلت رح نضلنا يكون عندنا اهداف اكيد يعني. باذن الله اكيد نتمنى لك التوفيق والنجاح وتكبر وتحقق كل احلامك ان شاء الله، ونشوفك في دول الخليج باذن الله ان شاء الله. استاذ فهد، احنا عايشين في بلد الامن والامان دوله الامارات العربيه المتحده، شيوخ الدوله ما قصروا وقدموا لنا الدعم، وحكومه دبي ايضا. حابين نسمع منك استاذ شغل شيوخ الدوله وحكومه دبي. اتمنى انه كل دولنا العربيه تمثل بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه هي دولة ما حسينا فيها أبداً أنه نحن غراب عنها، بالعكس نحن هي وطن لنا، كانت استقبلتنا، عطتنا فرص، عطتنا أمن، عطتنا أمان، عطتنا حريات، قدرنا بطل في أفق لتفكيرنا، صار الأفق مفتوح أكثر. وشكراً أكيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشكراً للشيوخة وحكامها الطيبين وشعبها الطيب،
الشعب الطيب الإماراتي. شكرا أستاذ فهد لسادتك الجميلة، وأكيد نتمنى دوام نعمة الأمن والأمان، والله يطول في عمر شيوخ الدولة. قبل ما أختم البرنامج حابب أعرف الموقع الجغرافي لنيو داي بزنس مان سيرفيسز. نحن حاليا موجودين بإمارة دبي بوافي سنتر، بجزء من وافي سنتر اسمه سوق خان مرجان. طبعا نحن قريبين من السفرات بمركز تقديم الطلبات والتأشيرات، حاليا كمان عم نفتح فرع تاني بالبرشا بالتيكوم، منطقة تيكوم دبي، وفي فرع ان شاء الله خلال 3 شهور راح يكون بإمارة ابو ظبي، وان شاء الله يعني والله ولي التوفيق. مشاهدي الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي اسفل الشاشة. استاذ فهد شكرا كثير لاستضافتك، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله فيكم في المستقبل. شكرا كثير لكم. مشاهدي الكرام، ولهنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.